أشوفه هنا، لبثيت شفت حسابه في تويتر، أيضا أشوف حسابه، فحصلته يقول بهاجمك في الموضوع. قلت أبشر بالسعد يعني آمر، رد علي على طول، شلونك عساك طيب؟ والله دقيقة يا إخوان، فيه إنسان أقسم بالله العظيم إني لحذفك، إني أنا الغلطان، انقلع ما يقروش. المهم يا حبان تسمعوني، المهم يا حباني، الشخص خذيت وعطيت معه عامر، قال والدي عنده دين تقريبا 46,000، تكفى لا تخليني. قلت علي الحرام ما خليك. قال انا يعني لاني بموظفه ولا عندي دخل، ما عندي شيء، ما عندي الا اني ارسلت لك وانت رديت علي فقط. اعطانا تعال تعال استلم شريك. والله لو وظيفه ولا حاجه، مالي اخو كبير، انا اكبر العائله يعني، ما انا ما عندي اخو كبير انه بيتوظف وبيسدد عنا، انا ما عندي الا انت. اذا انت ساعدتني انا قدرت اني اساعد ابوي، اقول يا ابوي ترى انا ساعدتك ووقفت معك في دينك وفكيت خدماتك، ف الله يسامحه. والله وقتها كنت انا مسافر وقتها يوم رديت عليه انا كنت انا مسافر رايح للرياض، قلب مودي 180 درجة، والله فعلا 180 درجة. المشكلة لو اني مسافر طيارة أنا كنت مسافر خط، تغير المود علي كذا. كان معي صديقي قعقوري، كنت انا وقعقوري الحال، فضفضت انا قعقوري علمته. تعرف الحساب؟ الحساب معروف، الشخص اللي راسلني معروف، تعرف الحساب فلان؟ قال يعرف. ولا تضيم بي الله يسامحه. يمكن جلسنا ساعة كذا ما رديت أنا، والله ما رديت عليه. عادي يقلبون علينا دين، بس إنه الله يجزاه خير يوم قال ميدي أنا ما معي إلا أنت، ولا لا وظيفة ولا أخو والأمور مصلحة، الحياة ما هي بوسط، الحياة تحت الوسط. فوالله إني جلست ساعة ما رديت عليه، لين كلمت لي رجال ربي رازقه، علمته وقلت ما ادري يا ابو فلان الله لين كان بعين عندك 47,000 ليه؟ قلت يا ولد فيه فلان كذا كذا. قال والله يا بهاج اني فاتح لي مشروع مكلفني 3 مليون، واقسم بالله اني بعت سيارتي، بعت اللكزس عشان اشتغل في مشروعي. والله لو كلمتني قبل قلت انه رديت عليه، قلت اعتبر ان والدك والدي، أنا ماني مخلي عليك شيء، بإذن الله أن أمورك أنها تنقض. العلم ما فيه أحباني، تلبى قلبك يا عطانا. دقيقة، طيب أبشر يا عطانا، لبى كبدك وكبد بيك. عطانا يقول مهي 46 صارت 42,000. طيب عطانا حط ثبت حطها، ايه حطها حطها عندي، انا المسؤول عنها، الفاتورة دي انا مسؤول عنها، حطها في حسابي، حطها في المثبت. العيال انا والله العظيم اني جالس في الدير انا تنفخني الهبوب، اقسم بالله اني احب الجلوس الحالي دائما حتى اخوي ما معي، امي ما معي، جوالي ما احب امسك، والله العظيم اقسم بالله اني يعني فتحت سبيس لاجل الفاتوره هذه فقط. يعني ما في مشكله، مو احنا ما مجبرين تقفل اليوم يا عيال، انت ما معك شيء ادعي يا اخي ان الله يفرج همهم، بس
هذا هو عطاءنا. لا أنت يا حبيب قلبي حط حطها في حطها جنب التاج، ما أدري كيف تحطون هذيك. كاف منزلتها بعد؟ فلاح اخوي يا لبيكم يا ناه، والله الفاتورة ذي قد مرت عليكم. اعطانا اي شخص، لا تعطي احد مايك ارجوك، يعني لا تعطي احد مايك، بس حطها شو اسمه من تغريدة كاف، حطها اي حطها حطها هي كاف اللي عند كاف. نعم نعم نفس ال نفس اللي عندي، نفس الفاتورة اللي عندي. ايه يربيكم يا نعم، والله حتى الف عنده الفاتورة. حباني انا ما اطيل عليكم، من يستطيع انه يتبرع بخمسين موجة واحدة؟ انا بسوي موجة واحدة وبنقفل السبيس. اغلب العالم حنا ما بيننا اغبياء، اللي ما يريد يتبرع في وجهي انا يا بهاج لا تبرع بنيتك، بنية الجميع على خشمي، على خشمي أني لا تبرع بنية الجميع. طيب صلوا على النبي. صلوا على النبي يا حباني، اللي يروس أنه يتبرع من 50 يصلب على القلب طا 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 وينزلها. ترى أنا ما دخلت التاج، تراني عند وجهكم، يعني من يوم فتحت البث السبيس والله ما دخلت على، تراني على وجهكم ما دخلت التاج. اللي يروس انه يتبرع من 50 من السعودية يتبرع وينزلها بالتاج. اللي يروس يصلب على القلب جلوري واحد. طيب جيري اثنين، عنقة ثلاثة، اس اي اربعة، ايفا خمسة. صلبوا على القلب يا يعني. ليروس يتبرع من 50 صلب على القلب. دلال ستة الله يرحم والديك، بروك سبعة، أم زكي ثمانية، روزان تسعة، النمرة غلط عشرة، الهلالية 11. عيال تكفون، لا أحد يصلب على القلب إلا بيتبرع، أرجوك رجاء، والله إنه قدها رجاء، لا تصلب إلا أنت تتبرع. 11. طيب رواية 12، أميرة 13، مشاعل 14، خاء 15، مرام 16، نواف 17. طيب 17 17 الله يرحم والديكم، اللي ما حط قلب الله يجعله أبوك في الجنة. ما تروس أنا اللي بتس فيك يا أخوك، والله لا تسفيك، وعده وعد. طيب حكاية 18، نقطة 19، شوش 20، ميم 21، عنود 22، روين 23، ريم 24. علم الإمارات ما يمديك يا قلبي، أتوقع ما يمديك. 24 اللي من السعودية بس يا عيال، 24 سارة 25، ام 26، رغد محمد 27، نورة 28. الحمد لله رب العالمين. قلب بنفسجي ما ادري غبر 30، الحمد لله. فرح 31، فطومة 32، غيم 33، ماشا 34، يلبيكم هنا. النادرة 35، نوف قطر ما يمديك وانا اخوك. النادرة قلناها. طيب 35 شخص. وجد، وجد كني شفت القلب. طيب 35 وقفنا، النادرة شفتك خلاص.
طيب انا فريت على القلو على ال ال ايه ما حسبته ايه 36 جاب العثرات الكرام 37 حلو قوموا 38 المتفائلة 39 علم قطر ما يمديك يا قلبي ما أدري بدون اسم اللي حط صورتي عرض 40 حلوين 40 شخص دقيقة يا الربع خلوكم معي يا عيال 40 دقيقة 40 ضرب 50 2000 ريال يا ربي طيب يا عيال دقيقة اللي دقيقة يا عيال اللي يتبرع الآن احنا حسبنا 40 شخص يا عيال اللي بيتبرع يصور وينزلها في التاج حملة واحدة ترى احنا بنسوي موجة واحدة بنطفي السبيس موجة واحدة يا عيال توكلوا على الله الله يكتب أجركم جميعا يرحم والديكم 2000 ريال جمعنا لنا 2000 حلو عنقا الله يرحم والديك يا عنقا زيتونة جعل أبوك في الجنة عنقا وزيتونة نزلوا يا عيال اللي يتبرع ينزلها في التاج رحم الله والديك يا عنقا وزيتونة طيب يا عيال لا تسولفون في التاج يا عيال نوقف شوي سوالف تكفون خلوه على اللي يتبرع يصور اللي يتبرع ينزلها قلب ذا بيض الله اس اي بيض الله وجهك نزل تبرعك يا حبيبي انت هلا ابو حمد سلام مرحب الله يعافيك يا مرحبا ملايين لا 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 فاضي يا حبيبي تعال لا لا تعال يلا توقع توقع سبتمبر جزاك الله خير رحم الله شايبك شيك لي يا أعطانا بالله شيك لي يعني إذا طاحت الـ2000 علمني عشان أنا أقفل السبيس مزون الله يبيض وجهك يا مزوم مزوم متبرع 300 الله يرحم والديك الله يرحم والديك النمرة غلط متبرع بيض الله وجهك الله يرحم والديكم جميع عنود الله يجعل أبوك في الجنة عنود وصلت تبرعك أخوك كبيرة الله يجعل أبوك في الجنة معلق لا مع ودي تفرج مطفي الله يسعدك يا ربي الله يرضى عليك يا مرام ابشري بالخير وانا اخوك
أنا صار عندي حدث خطأ، علق عندي تويتر. دقيقة بس يا عيال.